حكايات يرويها الخطوط. كان ولا زال الخط العربي فخرا لحروف اللغة العربية وعاشق هذه اللغة المقدسة، لغة القرآن على مر العصور. فما الحروف بيد خطاط إلا خيول عربية أصيلة جمعت أجمل معاني الجمال والخيال بأنواعها المختلفة وألوانها الساحرة. وفي حضرة الفن والخط العربي يستضيفنا الفنان والخطاط إبراهيم أبو طوق لنروي عيوننا من سحر الكلمات والخطوط التي باتت بين يديه كإنما كحل عربي في عيون ساحرة أندلسية أصلية تغازل العاشقين بسحر جمالها ومكنونها بكل ثقة وكبرياء. إبراهيم أبو طوق، مواليد عمان الأردن، عام 1958. أنهيت الثانوية العامة من كلية الحسين، ثم درست عمارة في كلية ويد السير التابعة لوكالة الغوث الدولية. بدأت مشواري الفني لنقل بالثمانينات من القرن اللي فات، عن طريق كنت موظف في شركة، والشركة كنت مسؤول عن البرزنتيشن أو ما يسمى بالإظهار المعماري. وهنا دخلت على موضوع الفن. الخط العربي بالأساس قائم على بعدين، اللي هو الإكس إكس والواي واي، أو ما يسمى بالرياضيات محاور السينات ومحاور الصادات. هذه قضية البعد الثالث اللي هي العلاقة بالنحت وإلى علاقة بالعمارة. ما هي العمارة؟ كما يقال الموسيقى الصامتة. العمارة فيها البعد الثالث اللي هو الثري دي أو التجسيم. هذه النقطة بعتقد كانت مشكلة بالنسبة لي، كيف لي أن أظهر البعد الثالث بشكل له علاقة بالعمارة والنحت. ويعني سويت دراسات مذهلة، وكان آخرها زيارة إلى مدينة البتراء المشهورة، مدينتنا الحبيبة، وسعقت عندما شفت الواقع. فرجعت أذكر إلى عمان، وبدأت هذا الحكي بال 2007 أو 2008 أتكلم، بدأت محاولة دفع الخط العربي باتجاه البعد الثالث، وأعتقد أني نجحت إلى حد ما، لأنه ابتكرت خطين بقدر أقول جداد. الخط الأول اللي هو خط البتراء سميته، اللي له علاقة بالعمارة بشكل وثيق كوني دراسي بالأساس العمارة. والخط الثاني سميته خط الطوق نسبة إلى عائلتي. العمارة علمتني كيف أفكر. العمارة أنا في تقديري هي أشبه ما تكون بالرياضيات. لا أجد دكتور الأماني أي يعني سعادة أو أي تعبير كما قلنا نعود إلى البدايات إلا من خلال الخط العربي، ومن خلال نص يحمل رسالة اجتماعية أو رسالة إلى الأجيال القادمة. في معية إبراهيم أبو الطوق نحن في حضرة قامة فنية وبنفس الوقت خطاط مبدع. إضافة أبو الطوق للخط وللفن متميزة على مستوى العالم العربي، أضاف خطوط جديدة لخطوط العربية اللي احنا بنعرفها، الديواني والثلث والكوفي، خط البتراء واللي بيرمز وبيشتق روحه من مدينة البتراء العربية اللي بنفتخر فيها كأردنيين، خط طوق اللي بيوظف جماليات الخط العربي في إنشاء لوحة فنية متميزة بربط فيها فلسفة الكون مع فلسفة اللون وجمالية الخط العربي. الخط العربي واحة من الإبداع، يحاول أبو طوق أن يطوقه بحركات وسكون هنا وهناك، ملبيا تلك المعاني في قلوب تلك الحروف. فهنيئا لنا بلغتنا العربية التي يحاول الغرب تعلمها والسير في غابات جمالها والتغزل بأشقر شعرها وكحل عينيها وثلج محياها. وهنيئا لمن نال ذلك الشرف بالحفاظ عليها أو كتب بها آية من كتاب الله المقدس أو شعرا أو نثرا أو قصة من الخيال أو قصيدة للوطن يخلدها الزمان تشرق عليها الشمس في كل يوم.